خير. احنا مواعيد المحاضرات اذا انتم تعرفوا انها تغيرت برمضان، فصارت محاضرتنا من 11:15 لل 11:55، 11:15 لل 11:55 كاملة، لل 11:55. طيب انا راح اعمل هايد للكاميرا عشان جودة الصوت. راح نكمل احنا ان شاء الله في موضوع الكوينولونز. اخر شيء احنا كنا حكينا فيه لما وصلنا عند حكينا عن السيبروفلوكسين اتوقع او ناليديكسيك، لما صرنا نحكي عن الانواع وصلنا انا حسب ما انا متذكر كان في عندنا ناليديكسيك اسيد، حكينا عن الكيمستري لإله ما في فلور، هو يعتبر من الفيرست جينيريشن، واللي هو له بور بايو افيلابيليتي وبور سيرم اند تيشو كونسنتريشنز، واستخداماته بشكل اساسي في الانكومبليكيتد. بعدي اجى اول فلورينيتد اللي هو فلورو كوينولونز، واذا بنطلع على الناليديكسيك بنطلع على النورفلوكساسين راح نكتشف انه هم بيشبهوا بعض الى حد ما، اللهم الخلاف ان هون في فلور وهون صار عندنا البيبرازين رينج، فيعتبر النورفلوكساسين من اوائل الكوينولونز اللي تم تصنيعه. ولاحظ معي إضافة الفلور هاي زادت من الأكتيفيتي على الجرام بوزيتيف، وحتى هو أصلاً بيأثر على الجرام نيجاتيف، فصار عندنا سبيكتروم على الجرام بوزيتيف، والبيبرازين هاي هي المسؤولة عن الأنتي سودومونال أكتيفيتي. بعد هيك زادوا من فعالية النورفلوكساسين، بدلوا الإيثيل جروب بالسايكلوبروبيل جروب، فصار اسمه السايب. السايب جاي من سايكلوبروبيل، وباقي الاشياء مثل ما هي بالنور. فالسيبرو هو most widely known used for exposure to anthrax، وحكينا وقتها استخدامات السيبرو عشان يعني يصرف لمده اسبوعين في حال اكسبوجر للانثراكس، في حال اصابه بالانثراكس بدك استخدام لمده شهر، فهو فعال على الجرام نيجاتيف باسيلاي، وهاي الجرام نيجاتيف باسيلاي اللي هي فعليا احد اسباب الانثراكس الجمره الخبيثه. وحكينا من اهم مشاكل الكوينولونز هي الترسيب بالكلى او ما يسمى بالكريستال يوريا، خصوصا الا لما ترتفع البي اتش اباف 7. البايو افيلابيليتي اجمالا للكوينولونز جيده، اعلى من 70 ل 80%، والابزور الطعام فقط باخر عمليه الامتصاص. السيبروفلوكساسين بيتم إخراجه من البيلياري إكسكريشنز، وجزء منه بيصير له أنميتابوليزم يوريناري إكسكريتد أنجي. والميتابوليزم لاحظ معي هون التي هاف او الهاف لايف بالاورال اقل 4 ساعات، بينما بالاي في بيوصل من 5 ل 6 ساعات، والسبب حكينا انه الميتابولايت او الميتابوليزم الناتج من مروره بالكبد. واهم مشاكل ما انه بيعمل ميتابوليزم بالكبد هو الليفر انزيم انهيبيشن. شو يعني الليفر انزيم انهيبيشن؟ يعني بياثر على السيتوكروم سايب 1A2، وهذا بيخلي الليفر انزيمز ساتوريتد وبالتالي انهبيتد، وهذا اذا انت بتاخده مع دواء ثاني فنتوقع انه هذا الدواء يزيد الايفكت له بسبب الانهبيشن اوف ذا ميتابوليزم اللي ناتج من السيبروفلوكساسين. اذا عطى مع البروبنسيد دورها انها بتمنع الرينال اليمينيشن، وبالتالي نتوقع هون انه يزيد البلازما ليفل للسيبروفلوكساسين. سيبروفلوكساسين بتوزع في كل الجسم بما فيها السيريبروسباينال فلويدز، فعشان هيك حتى مناسب في حال المينينجايتس او في حال الاصابات بالانفكشن في البرين بسبب مروره ديفيوجن ان اول بودي تيشوز. سيبروفلوكساسين له فعاليه على الجرام بوزيتيف وعلى الجرام نيجاتيف وانكلودد السودوموناس إيروجينيزا، فيعني يعتبر السيبروفلوكساسين الآن هو الأكثر دواء
commonly used في أدوية الكونولونز هو السيبروفلوكساسين. يعتبر drug of choice في حال التريتمنت للبكتيريال gastroenteritis، التهابات المعوية الناتجة من العصوية، البكتيريا العصوية جرام نيجاتيف بسيلاي، إيكولاي، سالمونيلا، شيجيلا، فيبريو، كل هاي حكيناها في المرة الماضية. Widely used في حال التريتمنت للريسبيريتوري انفكشنز والاتيبيكال. لاحظ معي في عنا، لا مش الاتيبيكال، هون في عنا الريسبيريتوري انفكشنز اللي بتصيب البرونكايتس والنمونيا. بضل الماكرولايد والزوماكس الازيثروميسين هم الدراج اوف تشويس في حال الشست انفكشنز، يعني ممكن حتى ينعطوا ان كومبينيشن مع السيبروفلوكساسين. سيبروفلوكساسين بينفع برضو للسكن والسوفت والبون والجوينت انفكشنز، الكومبليكيتد يو تي اي للجونوريا كمان بينفع. استخدامات واسعه في يعني اصابات مختلفه، هو ريكومندد الان في علاج الجونوريا بدل البنسلين. سنجل دوز تريتمنت سيبرو مع الدوكسي، ليه بيعطوا مع الدوكسي حتى هلا ميزه التتراسايكلينز ما فيهم الدوكسي سايكلينز انه بيشتغلوا بميكانيزم مختلف، فانت عم سايكلين كان يوجوالي ايراديكيت الجونوكوكال اريثرايتس اليوريثرايتس، يعني برضو الالتهاب ممكن يؤدي. سمعيني الكل سامع؟ صوتي مسموع؟ دكتور بس الصوت عم يقطش يروح بيرجع، يعني ما بعرفش اذا عندي بس مش عارف الصوت عند الكل هيك ولا بس عند زميلكم. دكتور من عندك دكتور، لانه كمان عندي هيك الكل هيك يا جماعة. دكتور انا مشكله nothing to do، يعني ما فيش بايدي شيء اعمله اذا الصوت بيروح وبيجي الا شبكه عندي. هيك كانت المحاضره اللي قبل دكتور نفس الشيء كانت الصوت مشكله من عندكم من الجامعه. والله ما بعرف. طيب يعني مش مفهوم اللي بحكيه هلا، اللي بحكيه هلا ما هو مفهوم؟ مفهوم بس بيقطع الصوت، يعني بيختفي الصوت. طيب اذا في شيء ما وضح بس اعطوني خبر. لاحظ معي هون بنستخدمه احنا للجونوكوكال يوريثرايتس اللي هو احيانا بيصير التهاب، يعني مشكله السيلان هو جنسي بيصيب السكس اورجانز، بينتقل للكدني وممكن يعملنا وينتقل برضو بعد هيك ممكن للعينين، يعني ممكن ينتقل لأكثر من عضو ويعمل infections. فعشان هيك في فرق بين complicated وuncomplicated، يعني الإصابة في بدايتها بتكون acute، uncomplicated لو أخذ السيبروفلوكساسين بيعالجها لحاله، لكن بعد هيك لما تصير dissemination وخاصة لما يصير عندنا يسموها البلفيك inflammatory disorders انه بينتقل للحوض بصير آلام بسبب dissemination of infections وبتصير more resistant، يعني بصير chronic. الانفكشن اذا ما تعالجت على طول وضلت فترة زمنية بصير chronic infection، وهون بتحتاج الى longer therapy بصير complicated. Drug approved for post exposure treatment of inhalation anthrax، زي ما حكينا في المرة الماضية الانثراكس إذا حد تعرض للفيبرز تاعت الأنثراكس أو غباره، وهو عبارة عن يعني استخداماته بايو ويبنز، استخدامات يعني بال يعني إشي بيولوجي ومش إشي طبيعي، يعني مش إشي طبيعي إنه واحد يتعرض للأنثراكس. الأنثراكس اللي هي الجمرة الخبيثة ما عادت موجودة، وغالبا هي كانت تنتقل للإنسان من خلال الأنيمالز المصابة. Injectable forms للسيبروفلوكساسين برضو كان في حكي عليه المرة الماضية، وحكينا إحنا مشكلتنا إنه هلأ السيبروفلوكساسين على DH7 فما فوق بترسب، بالتالي إنك أنت تخلطه مع other drugs
راح يؤدي الى انه السوليبيليتي له تقل ويصير بريسيبيتيشنز. وفي عندنا مشكله ثانيه انه اذا انعطى اي بي سوليوشن ميكس مع تيكر سيلين او مزلو سيلين او امينو فيلنز، هذا راح يؤدي الى امبوليزم لانه راح يترسب بالارتريز، ويعني لا يفضل حتى الميكسينج لا بالفايلز ولا حتى الكو ادمنستريشن للدرجز، لانه زي ما بيحصل بالكونتينرز ممكن يحصل داخل الجسم. وحتى السبرو كانجكشنز از نوت بريفيرد، يعني بعض الدول ما بتسمح بالاي في، ولاحظ ما بيعطوا انجكشن، هم فعليا بيعطوا ديفيوجن، يعني بيحطوه في محلول وهذا المحلول بيدخل ببطء شديد داخل الجسم حتى ما يصير عندنا موضوع البريسيبتيشن. واحد من مشاكله برضه بيعمل ابيليبسي، يعني بيعمل نوبات صرعيه، فلازم يكون مونيتورينج على البرين ومونيتورينج على الهارت لما تعطي زي هيك. السبارفلوكسيسين هاي من الادويه الجديده موديفاي، وفعليا لاحظ الموديفيكيشن هي نفس تركيب السبرو، اللهم زاد إذا بدنا نرقم 1 2 3 4 5 6 F موجود، 7 فيها الببرازين، اللي في 8 فيها F، وفي عنا الببرازين عليها 2 مثل بوس، إلها بوتنسي على الجرام بوزيتيف وعلى الستاف والستريب أكثر من الفلوروكوينولونز السابقة، ويعتبر من الأدوية الجديدة. سبارفلوكسيسين من الأدوية الجديدة. الفوتوتوكسيسيتي للسبارفلوكسيسين هي يعني موجود، وبيعتبرها خفيف من يعني ما انه زاد فلور يعني نتوقع فوتوتوكسيسيتي، يعني بس بيحكي لك انه الانسيدنس لها اقل من غيرها، والسبب هو وجود الفايف امينو جروب هاي اللي زايدها. لاحظ يعني تو موديفيكيشنز او ثري موديفيكيشن اللي صاير عندي، السبرو هاي موجودة، هاي اوكي زي السبرو، هاي زي السبرو، هاي السبرو بوزيشن 5 السبرو ما فيه الامينو، الست موجودة، الببرازين السبرو موجود بس ما عليه الدايميثيل، 8 ما فيه. اذا انا عندي موديفيكيشن امينو ات بوزيشن 5 وفلورا ات بوزيشن 8 والدايميثيل على الببرازين. بريزنس للامينو which counter act the effect of 8 فلورا، يعني هون كانوا بيحكي لك فعليا ايش اللي حصل عندنا، ليش في عندنا فوتو سنسيتيفيتي. يعني نرجع للاورجانيك كيمستري، اللايت اليو في لايت راح يساعد على تحرير الفري راديكلز من الفلور، يعني لما ينزل اليو في لايت على المولكيول هذا هو جوا الجسم. وليش بنحكي سكن فوتو سنسيتيفيتي؟ لانه السكن هو اكسبوز للسن لايت واليو في لايت، بكون عندنا الشعيرات الدمويه موجود فيها الفلوروكوينولونز، وهو من الادويه اللي جود بنتريتد بتوصل للسكن بشكل جيد. بسبب وجود الفلور هاي راح تضعف الفلور هاي، يعني بصير في عندنا الكترون ديفيشنسي بالرين، فبصير هاي الفلور ات بوزيشن 8 تفضل انها تو ليف، يعني ما لها مصلحه تضل موجوده، از نوت ستيبل. فاي انرجي بيجي من اللايت بدها تتحرر از فري راديكال، تعمل ناس توكسيسيتي وسميه. هلا هو شو راح عمل؟ حط امينو which is electron rich، هاي الالكترون rich امينو جروب بتضخ الكترونز للرينج، لما تضخ الالكترون للرينج راح تعطي نوع من الاستقرار الالكترون richness للفلور هاي، خصوصا اللي موجوده بالبارا بوزيشن، وهذا بيخليها اكثر استقرارا واقل قدره انها تغادر محلها في حال التعرض لليو في. يعني هذا هو مدرسه الايفكت عطرين. طيب الاوفلوكسيسين، الاوفلوكسيسين لاحظ معي الاوفلوكسيسين عباره عن برضه فلورينيتد ديريفاتيف، بس في عندنا هون اللي بيشبه اللومي، اللومي فلوكسيسين اللي هي الرينج اللي بتربط ما بين بوزيشن 1 وبوزيشن 8، يعني لاحظ عندي الربط بين واحد بالعادة بيكون إثل أو سايكلوبروبيل، راح ربطها مع 8 برينج. لاحظ معي 1-8 R joint بأوكسازين رينج، ليش أوكسازين؟ عد أوكسا أوكسجين وإن آزا ورينج سداسي إين أزين أوكسازين، 1 و 4 1 2 3 4
أوفلوكساسين في عنده asymmetric carbon، وهاي بتخلي وين هالasymmetric، الasymmetric اللي هي هاي chiral، chiral carbon. الchiral carbon هاي إذا إحنا بنعمله رسمك، بننتجه رسمك بنسميه أوفلوكساسين. إذا بنعزل فقط الليفو اللي هو بلف الضوء لللفت، بيصير عندنا دواء اسمه ليفوفلوكساسين. الليفوفلوكساسين هو نفسه one of the enantiomers للأوفلوكساسين. يعني الأوفلوكساسين عبارة عن 50% ليفو و 50% اللي هو التكسترو. أوكي؟ فبنباع أسهل إنك تبيعه رسمك أوفلوكساسين. هلا لأنه الأكتيفيتي للليفو أعلى. يعني لاحظ مع الرسمك ميكسشر ريزولت فصلوهم عن بعض، والإنانشومرز إنديبندنتلي سنديسايد وصنعوا كل واحد لحال وقيموا الأنتي بكتيريال، فوجدوا أنه فعالية الأوفلوكساسين هي بالأساس جاي من الليفو. فالإس إز سبستانشيالي مور أكتيف، وتوصل الفعالية من 8 أضعاف في بعض الأنواع من البكتيريا ل 125 ضعف في أنواع أخرى. يعني عشان الواحد يفهم ليه حاطين رينج 8 ل 125، انه بعض البكتيريا زادت الفعاليه 8 اضعاف وبعض البكتيريا لحد 125. مقارنه مع مين؟ مع نفسه الاوفلوكساسين. يعني لما عزلوا الليفو قارنوا فعاليته مع الاوفلوكساسين اللي هو الراسمك، فوجدوا انه فعليا بيزيد من 8 ل 125 ضعف اكثر من الار، الار ايزومر اللي هو معاه اللي بتكون فيه الميثيل جروب أب. فلاحظ معي إلى أي درجة إحنا الوان أتوم مش إنها اختلفت، لا الأورينتيشن إلها اختلف، إنها بدل ما تكون داون صارت أب، صار في عنا loss of activity من 8 إلى 125، أو لما صارت بعيدة زادت الأكتيفيتي 8 إلى 125. فصار بسوى إنه ينتج كدواء لحاله الليفو فلوكساسين اللي هو سموه ليفاكوين، واللي هو نفس الانديكيشنز للأوفلوكساسين ما اختلف. لكن اللي اختلف عندنا انه زادت عندنا البوتنسي، ولما عاده انت تزيد البوتنسي بالعاده بتقلل الدوز اللي انت تستخدمها فور ثيرابي، بتقلل السايد افكت، بتزيد الافكتيفنس، بصير في عندك استخدامات اوسع الى اخره. هون كده انا قفزت أوفلوكساسين، إحنا كنا نحكي تمام. المعلومة اللي هون نعرفها إنه الأوفلوكساسين طلع منه الليفوفلوكساسين، والليفوفلوكساسين مور أكتيف من الديكسترو فورم أو من الآر آيزمر. الموكسيفلوكساسين، الموكسيفلوكساسين في عنا أسماء تجارية له، الأفيلوكس والبايموكس. الأدمينستريشن بنعطى أورال وبنعطى إنجكشن وبنعطى أوفثالميك، ولاحظ بينعطى سينجل دوز لمدة 24 ساعة. الفعالية زيه زي الليفوفلوكساسين. يعني الليفو والموكسي هي كليفل أعلى من ليفل السيبروفلوكساسين من حيث الفعالية. بايند دايفيلنت زيه زي الكوانولونز بشكل عام، هم بيعملوا كليشن مع الكالسيوم والمغنيزيوم بيقلل الأبزوربشنز. السيفتي والإفكاسي أقل من 18، عشان هيك أنا يعني بحكي إنه هاي الكوينولونز استخداماتها فقط فور ميل. الفيميلز يعني بسموه دواء الرجال، مش عنصرية، ولكن كونه إنه الفيميلز ممكن يكون بريجننت لاكتيتنج فما بصير ياخدوه. برضو تشيلدرن ما لازم ياخدوه، فإحنا يعني لازم يكونوا أدلت، فما يستخدم إجمالا للكوانولونز بالأعمار الصغيرة. والسبب إنها ممكن تأثر على البون والجوينت ديفلوبمنت، يعني تؤدي للتشوه بالأربطة أو ضعف الأربطة وضعف في المفاصل. حتى الأدفيرس إفكت زيها زي الليفوفلوكساسين، يعني الموكسيفلوكساسين، هدول من الجينيريشنز الجديدة. لاحظ معي هون الستركتشر بالأوفلوكساسين اللي زيادة، يعني تغيير اللي حاصل هو بالرينج الأوكساسين رينج، والموكسيفلوكساسين لا بيشبه السيبرو من حيث السيكلوبروبيل. اللهم هون الميثوكسي، يعني لاحظ معي نرجع تاني، هي هاي كأنه اعمل كت هيك
واربطها هاي هيك، هاي صارت سايكلوبروبل وهاي صارت كأنها ميثوكسي. هو فعليا فصلها وصار عندنا الموكسي اللي هو عبارة عن سايكلوبروبل ومجموعة الميثوكسي. هون في عندنا تغيير مجموعة بتختلف عن مجموعة الفيبرازين اللي كانت تستخدم في الليفوفلوكسسين، لكن ما في عندنا هالفرق بين استخداماتهم كموكسي فلوكسسين وليفوفلوكسسين، لا بالسبيكتروم ولا بالإنديكيشنز. دراج مينلي هون يستخدم، لا الموكسي فلوكسسين لإيش يستخدم؟ حاطط لك الكلاميديا نمونيا والمايكوبلازما نمونيا اللي هي بنعتبرها هدول atypical infections. atypical infections واتوقع انا بتذكر انه حكينا لكم عن السيبروفلوكسسين كان يزبط للكلاميديا حسب احنا ما اعطيناكم او شفنا بالدروك بانك كان دروك افكتيف في علاج الكلاميديا اللي هي بنسميها احنا الاتيبيكال انفكشنز، المايكوبلازما والكلاميديا اللي هي تعتبر atypical infections، فبيعالجها برضو الموكسيفلوكسيسينز. هيك احنا بنكون خلصنا مجموعة الكوينولونز. هدول ما لهم علاقة، الريفامايسنز، الريفامايسن هاي استركتشرهم، وإن كان الأنسب بصراحة إني أحطهم مع مجموعة الماكرولايد، لكن أنا هلأ راح أحكي إجمالاً ليه أجوا في هذا المكان مجموعة الريفامايسين. نطلع على الستركشر للكوينولونز راح نلاحظ أنه في عندنا النفثالين رينج. نيجي نطلع على الريفامايسين راح نلاقي في عندنا النفثالين رينج، يعني بيشتركوا نوعاً ما بجزء من الستركشر بس هم مش من جماعة الكوينولونز، يعني لا تصنف الريفامايسينز بينهم كوينولونز لانه حتى الاوريجين لهم ديسكفري ولا ماكرولايد، يعني شكلهم محير تيجي تطلع عليهم تعتقد انهم ماكرولايد، هذول لا مش من جماعه الماكرولايد وان كانوا قريبين جدا عليه. بنلاحظ هون النيوكليوس لهم كوينولونز بتشبه مجموعه الكوينولونز. الريفامايسين هو عباره عن ريفامبيسين، هو سيمي سينثيتيك ريفامايسين. الريفامايسين هو الناتشرال، في عندنا الريفامايسين بي isolated من streptomyces، فعاليتها بشكل كبير على gram positive بكتيريا. والريفامايسين او الريفامبيسين من الادوية اللي تستخدم في علاج tuberculosis او السل، يعني بينعطى in combination isoniazided streptomycin ريفامبيسين وبنعمل مرات switch بينهم. بيعمل inhibition gram positive عن طريق البروتين synthesis inhibition، بيعمل binding لل RNA polymerase وبيمنع عملية RNA synthesis. يعني من حيث الميكانيزم وحتى الأوريجين بيشبه الـ خلينا نحكي الماكرولايدز بيشبه DNA dependent RNA polymerase in eukaryotics are unaffected، ما بتأثر. drug bind to peptide chain not present in mammalian DNA RNA polymerase. وعلى الرغم إنه الأفينيتي لإله ما بت يعني التوكسيسيتي بالبروتين سينثيسز، هو بيعمل selectively inhibition للبروتين سينثيسز بالجرام بوزيتيف بكتيريا وما بيأثر على البروتين سينثيسز بالهيومن أو الماميليان سيلز، إلا أنه في له سمية تشبه سمية اللي مع الكدني والنفروتوكسيسيتي والأوتوتوكسيسيتي موجودة بالنسبة للريفامايسين. استخداماتهم محدودة للبريزيرف للإنفكشن اللي بتحتاج. لاحظ معي دراج مينلي يوز للتوبركلوسيس للسل، وبرضه في عنا الحالات اللي بتكون resistant staff resistant للبنسلين اللي هو زي ال MRSA resistant للبنسلين، ممكن نعطيها الريفامايسين أو الريفامبيسين. لاحظ كلمة ريفامبيسين وريفامايسين، الريفامايسين اللي هو natural، الريفامبيسين اللي هو الدواء اللي عملوا له development. خلينا نطلع على الستركتشر لهم، نروح للبنك فمنلاحظ انه صار عندنا كيميكال موديفيكيشن عشان خاطر يزيد ال عشان يزيد عندنا الاستابيليتي ويزيد الافكتيفنس. الميكانيزم نفسها بياثر على البروتين سينثيسيس انهيبيشنز. اذا استخداماته للتيوبركلوسيس ولا للريزيستنت بكتيريا،
useful antibiotics, high degree of selectivity على البكتيريا over mammalians. It's also expensive. وهذا يعني أحد الأسباب الرئيسية اللي خلت استخداماته محدودة هو السعر الغالي لإله بشكل أساسي. خلينا برضو مش غلط نشوف السايد إفكت لإله. إذن هون إحنا السبب عدم كونه popular، وهون بنشوف العامل الاقتصادي لما نكتشف أي دواء لازم يكون هذا الدواء available وبسعر رخيص حتى يصير popular وممكن استخدامه. لاحظ معي الكاركترستيك رينج، هاي نفثلين رينج، يعني لاحظ ولا واحد من الانتيبيوتيك السابقة لا تتراساكلينز ولا الماكرولايد. الماكرولايد كانت رينج كبيرة إذا بنتذكر، الأمينوغلايكوسايد 3 شوغرز، الماكرولايد كانت لاكتون كبير. لاحظ معي هون لا فيها نفثلين، فالنفثلين هاي مهمة للأكتيفيتي، والهيدروكسيل هدول برضو essential for activity. أنا هون ما بقدر أستغني عن هاي النيوكليس. ولاحظ معي التغيير اللي حاصل بالR جروب اللي هي موجودة على النفثلين، والR غيرها كانت H في الريفامايسين B، ولما غيرها حط مجموعة الببرازين. يعني لاحظ الببرازين يعني عمالها بتمر علينا في أكثر من محل إنه إلها فعالية أو أكتيفتي، ممكن it will modify، يعني قد يكون أحد الموديفيكيشن اللي بيعمله البيبرازين عبور للأنتيبيوتيك في داخل البكتيريا. دائماً الأكسسيبيليتي، ما نستهين بموضوع الأكسسيبيليتي أو وصول الأنتيبيوتيكس إلى داخل البكتيريا. ممكن الدرج فعال لكن بسبب أنه ما بيوصل للأورغنز اللي الداخلية بيعطينا نفس. نشوف إحنا شوف يعني الريفام بيسين سيمي سينثيتيك، هاي نعيد ونكرر سيمي سينثيتيك من ستريبتومايسيس ميديتيراني، ابرود انتي بكتيريال، له اكتيفيتي على المايكوبكتيريوم اللي هي تيوبركلوسيس، وبيشتغل بميكانيزم البروتين سينثيسيس انهيبيشنز. الفعاليه له على الرغم من انه بيشتغل بروتين سينثيسيس انهيبيشن الا انه بكتيري سايدل، فهو سايدل على الرغم من انه بيشتغل بروتين سينثيسيس، بياثر على الانتراسيلولار والاكستراسيلولار اورجانيزم. وهي بالنسبه للاستراكشر له نطلع النفثلين رينج واضحه، في عندنا نفثلين على هيدروكسيلز، ولاحظ هاي هي المويتي اللي يعني لو اجى حب حدا هلا يشتغل، وطبعا مش سهل موضوع الكيميكال موديفيكيشن لاستراكشر كومبلكس بهذا الشكل، بده يكون على الار جروب. هاي ارجع باك شوف في عندنا تريتمنت للتيوبركلوسيس يعني للسل، الريفامبيسين بيشتغل ونشرح الميكانيزم على الار ان اي بوليميريز، بروتين بايندينج عالي، والابزوربت ما عندنا مشاكل بالابزوربشن. في عندنا فقط يعني معلومات محدوده، هو دراج اوف تشويس الريفامبيسين مع الايزونايزايد مع الستريبتومايسين، مرات حتى احسن من الستريبتومايسين. ستريبتومايسين شوف هل في عندنا السميه نفسها تاعت الستريبتو كنترول اف، شوف اذا ما له سميه عاليه بتكون مشكلتنا. كرونيك اكسبوجر بسبب النوزيا والفوميتنج والانكونشسنس، يعني بصراحه مش حاط ما مش شايف انه في له، يعني ممكن ندور احنا برضو بالباب ميد على possible toxicity. الإلو سمية الماكرولايد ما إلو بيكون عيبه الوحيد هو السعر. toxicity. طيب بتمنى إنه الكل يعني الآن deadline قرب يخلص بالنسبة لإلنا، إحنا شهر 4 دخلنا فيه، يعني بنهاية شهر 4 وبداية 5 بدنا الكل يرفع البروجكت الخاص اللي أنا أعطيته لكم. يعني إلا ما تقرأ أكثر عن التوكسيسيتي، بس اللي واضح عندي يعني هو تأثيره على الليفر، ما في واضح عندي توكسيسيتي. كلينيكلي ديفايند فيلير ريكرنس أور ديد توكسيسيتي ريمرجنس بكتيريميا، لا ما لهاش علاقة. يعني هو واضح انه عيبه السعر بس.
المشكلة الوحيدة في الريفامبيسين هي فقط السعر الغالي اللي خلى استخداماته ليميتد، وإلا هو برود سبيكتروم أنتيبيوتيك وبينفع في حالات الريزيستنت اللي ما بتستجيب لعلاجات أخرى. إحنا هيك بنكون خلصنا موضوع اللي هو شابتر 7 الكونولونز. راح أبلش أعطي بس مقدمة في شابتر 8 أساس هيك إحنا بنكون غطينا معظم الكلاسز تاعت الأنتيبيوتيكس، مش كلها يعني. إحنا غطينا البنسلنس والسيفالسبورينس، وبعدين غطينا في ثلاثة البنسلنس سلفونامايد بنسلنس فالسبورين ماكرو تتراسانكلينز، غطينا الأمينو غلايكوسايد، وغطينا الكونالونز اللي هي هاي عندنا سبع كلاسز من الأنتي بكتيريال ايجنتس. راح ننتقل هلأ في شابتر 8 لموضوع شوي جديد اللي هم أنتي فيرلز، وبعد ما نخلص الأنتي فيرلز راح ننتقل للأنتي فانجلز، وبعد ما نخلص من الأنتي فانجلز في موضوع الأنتي بروتوزول زي الأميبا والديزنتاري والآخر، وبرضو الـ11 بيحكي عن الأنتي أنابيكس. بالنسبة للأنتي فيرال يعني قبل ما نحكي عن الأنتي فيرالز ونبلش نحكي عنه، بجوز الآن هو الهوت توبيك بالنسبة لسبب الكورونا، إنه الكل عماله بيدور على نيو أنتي فيرال إيجنتس. في البداية شوفوا بالفيروسز، هل هم كائنات حية؟ مش كائنات حية. في اختلفوا العلماء في التصنيف، في بعضهم اعتبرهم جماد يعني مش كائنات حية، واعتبروهم عبارة عن بارتيكلز بلورات يعني ممكن حتى انك تعملهم كريستاليزيشن تبلورهم، لكن صفة الحياة موجودة فيهم والدليل التكاثر. فأجوا علماء تانين قالوا لا يا عمي هدول كائنات حية لأنهم الدليل بتكاثروا. شو مشكلة الفيروس؟ الفيروس لا يملك قوام متكامل للتكاثر. يعني أنا كإنسان أو حتى بلاش نحكي عن إنسان، نيجي للبكتيريا، البكتيريا فيها نظام متكامل يعني بتستطيع أنها تبني وعندها حمض النووي وعندها الريبوزومز، عندها مصادر الطاقة، مصنع البروتين، عندها مصنع الحمض النووي، عندها كل الأشياء الخاصة فيها. الفيروس يفتقر لهذا كله، لذلك الفيروس عرفوه بأنه باراسايتك. يعني كيف باراسايتك؟ يعني الفيروس خارج الجسم هو ديد ميت، الفيروس خارج الجسم هو ضعيف جدا وميت. يعني لو في كورونا فيروس على البنش او حتى على ايديك، لو حطيت مي وصابون من دون هيجين هي انتهى راح، ما يعني ما بيتحمل اصلا. لكن قوته تكمن لما يدخل السلز، لما يدخل الخلايا. هو بالضبط شو اللي بيعمله؟ بيدخل الخليه بيشيل الهيومن كنترول وبيصير هو الكنترول، يعني هو بيتحكم، بيصير يسيطر على الخليه وبيستغل السيتوبلازم اللي فيها والرايبوزوم اللي فيها والميتوكوندريا اللي فيها لصالحه. يعني هو فعليا لا يمتلك هاي المقومات، لكن هو بيحتل، بيعمل عملية استعمار للخلية لصالحه. فهو بيستخدم الهوست ميتابوليك انزيمز وبيستخدم الهوست رايبوزوم للبروتين سينثيسيس، يعني متطفل من الدرجة الأولى. الاستركتشر لهذا الفيروس هو ببساطة تركيبته كتير بسيطة، عبارة عن نيوكليك أسيد حمض نووي، وهذا الحمض ستراند واحد، إما يكون دي إن إيه والآر إن إيه. وتخيل معي اللي فيهم الدي إن إيه لسه أرحم من اللي فيهم الآر إن إيه. يعني هلا الكورونا آر إن إيه فيروس، فلوينزا آر إن إيه فيروس، الدي إن إيه فيروسز يعني لسه يعني ممكن نعمل لهم علاجات ونقاومهم، لكن الآر إن إيه فيروسز يعني بتغلب أكثر. بتحتوي على فيها كلمة السر، واللي احنا بنحارب كميديسينال كيمست هذا الفيروس من خلاله لوكروشيال فيروس سبيسيفيك انزيم. في عنده انزيم، وهذا الانزيم اللي بيعمل عملية تحويل الار ان اي فيرال ار ان اي لكوبي من الهيومن دي ان اي. يتخيل معي ايش بيعمل؟ لما يجي يدخل الجسم بيحتاج يعمل اتاتشمنت، وهي الاتاتشمنت بتكون من خلال بروتين بنسميه احنا كابسيد. يعني انتم بتشوفوا صورة الفيروس زيك زي الكرة، هاي الكرة عبارة عن كرة بروتينية فيها سبايك زي الأشواك، هاي بتعمل ريكوجنيشن. يعني نيجي لفيروس الايدز، فيروس الايدز الريسبتر تاعه هي الخلايا المناعية التي سيلز، الهيلبر تي سيلز.
بروح بربط بالسي دي 4. طب شو السي دي 4؟ تسمع انت سي دي 4 سي دي 8 تايتر. السي دي 4 هو عباره عن ريسبتور موجود على الخليه تي سيلز، ومن خلاله بتشتغل وبتتعرف على بقايا جهاز المناعي. بروح فيروس الايدز بربط بالسي دي 4. طب الكورونا شو بروح بيعرف من وين بربط؟ بربط من خلال الاس 2. طب ايش هو الاس 2؟ انجيوتنسين كونفرتينج انزيم، اللي لما احنا درسنا كيف بيشتغلوا الانتي هايبرتنسيف حكينا انه في جزء من تحويل الانجيوتنسين 1 لانجيوتنسين 2 بيتم باللنج. فهو هذا الكورونا فيروس من خلال البروتين اللي عليه بيعمل ريكوجنيشن لهذا المكان وبربط بالسبايك بروتينز بالايس 2، بدخل بالخليه اللنج، وبعدين بيبدا يعمل تحويل الار ان اي فايرال الار ان اي للهيومن دي ان اي، وبعدين بيحتل اللنج وبيعمل ديميجنج لللنج. اذا في عندنا ستراندز من الار ان اي والدي ان اي، وفي عندنا انزيمز موجوده بالفيروس، في عندنا البروتين كوت اللي هو الكابسيد، في عندنا بعض الفيروسات فيها الانفلوب ليبيد انفلوب اللي هو عباره عن طبقه دهنيه بتغطي هذا البروتين. الكومبليت فايرال بارتيكل يعني باللوره الواحده بنسميها فيريون. وان فيروس بكفي انك تعرف انه وان فيروس بيعمل انفكشن لوان سيل. لما يعمل يملي الخليه وينفجر بيطلع 1 بليون سيل. كل فيروس لسه البكتيريا يا مهون، البكتيريا بتعمل باينري فيشن وبتنقسم كل خليه لاثنين، فانا عندي الواحد بصيروا 2 2 4 4 بصيروا 8 8 بصيروا 16 16 بصيروا 32، والتايم كل 20 دقيقة. يعني أنا البكتيريا معها 20 منت اللي بتضاعف العدد. طبعاً لما يصير عندنا مليون 20 دقيقة صاروا مليونين، 20 دقيقة صاروا المليونين أربعة، وهكذا. لكن الفيروس أصعب، الفيروس بإمكانه الوان سيل تعطينا 1 بليون سيل الخلية الواحدة. فتخيل معي لما يكون عندنا الفيرال لود عالي، فإحنا بنصير عندنا والجسم ما بينتبه. عشان هيك الفاكسينيشن مهم، إنه بيدخل الفيروس وبربط والجسم لسه ما حس فيه، إحنا ما ضلنا غير دقيقة. فيزيبل فقط، لا ترى إلا من خلال الإلكترون مايكروسكوب. يعني هاي كانت المقدمة لمحاضرة اليوم. إن شاء الله في المرة القادمة إحنا هيك محاضرتنا من 11 وربع لل 11:55. في حدا عنده أي سؤال أو استفسار؟ نحافظ على الحضور والغياب الإجماعة. أنا راح أخذ داونلود غياب، وعساس بس تخلصوا نعمل كويز تاني، بس تخلصوا امتحانات يكون في عنا another quiz اليوم 12 ولا 13. دكتور مادة الماد داخل بالفاينل كيف؟ آه طبعا. في حد حكى غير هيك؟ في حد حكى غير هيك؟ معروف هذا من زمان، بس بيكون نسبة المد 25% ونسبة الفاينل 25%.